الأستاذة ليلى المكوم مرنيسي، رئيسة جمعية كفاءات مواطنة للتنمية ورئيسة المرصد الوطني لحقوق الإنسان جذور. بداية كنحيي جريدة أصوات اللي حاضرة معنا في هذه الحملة الطبية والتضامنية اليوم. شكرا لكم الفريق الإعلامي اللي تنقل معنا العمالة تحناوت وبالضبط دوار أزرو دائرة أسني، فرصة باش نوهو ونشكرو رجال السلطة اللي تم التنسيق معهم، خصوصا السيد رئيس دائرة أسني والسيد النائب ديالو. من بعد الحملة الطبية اللي نظمتها الجمعية رفقة الشركاء ديالها المركز الاستشفاء الجامعي الحسن الثاني وبصريات ديامو أوبتيك بالمراكز إيواء تلميذات وتلاميذ الحوز بمراكش، اليوم الجمعية حطت الرحال ديالها بعمالة تحناوت من أجل دعم الساكنة بواحد القافلة تضامنية. من بعد القافلة التضامنية الأولى اللي جات في ذاك الفترة اللي كانت يعني مستعجلة واللي كان الهدف منها هو تقديم المساعدات الغذائية، اليوم هذه الحملة إلا قلنا غتكون حملة معقلنة لأن تم فيها التنسيق مع السلطات المحلية، ودائما كجنود مجندة وراء الخطى السديدة والرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ناصره الله وأيده، الذي دائما يولي رعاية خاصة لرعاية خصوصا في العالم القروي وهذه الساكنة المتضررة، ونتمنى أنها تكون فرصة من أجل أن عجلة التنمية الدور في هذه المنكوبة اللي احنا ما نكتبوش ونقولوا أننا كنعرفوا هذه المناطق، اليوم عاد تعرفنا عليها وكيف كنقولوا رب ضرة نافعة، وجينا زرنا وشفنا خوتنا وحبابنا في هذه الأقاليم وهذه المناطق. تحية عالية للقوات المسلحة الملكية اللي أدت العمل ديالها على أحسن وجه، وجميع السلطات العمومية والجمعيات الجادة والجمعيات المسؤولة والمغاربة كلهم اللي أثبتوا على أنهم الشعب راقي، شعب طيب الأعراق، شعب كيحمل جميع الأخلاق الإسلامية، وكنفتخروا أننا مغاربة لأن كنا يد واحدة وعبرنا على الجدية اللي تحدث عليها سيدنا الله ينصره في الخطاب ديالو الأخير. اليوم كنقولوا للمغاربة أن هاد الناس كانت الفرحة ديالهم عارمة، يعني أي ناس كانت لقاهم حبوا بزاف هاد المساعدات اللي تقدمت لهم، وفرصة باش نقولوا على أن هاد المساعدات ما خصهاش تحبس، لأن هاد الناس مازالين في أمس الحاجة لمجموعة من الأمور، لأن هاد الشيء غيكون طويل، ونتمنى على أن القوافل الإنسانية يعني قوافل الخير والإنسانية أنها تستمر. فرصة اليوم باش نشكروا جميع الشركاء ديالنا سواء في الحملة الطبية ولا الناس اللي يعني رافقونا وعطاو يعني طوعوا من المال ديالهم الخاص باش أنهم ساعدوا هاد الساكنة. أولا بداية كنشكروا المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، ممثل في السيد المدير العام الرجل الإنساني والطيب والطاقم الإداري والطبي والتمريضي اللي كان حاضر معنا. ثانيا كنشكروا السلطات المحلية أو الإقليمية داخل مدينة فاس ومراكش وعمالة تحناوت والجمعيات كيف قلت الجمعيات المسؤولة. كنشكروا الشركاء ديالنا وعلى رأسهم السيد عزيز البار ابن مدينة فاس البار لأنه تعاون معنا بواحد درجة كبيرة. السيدة النائبة البرلمانية زينة شاهيم، شكر كبير ووافر لهذه الإنسانة اللي كتحمل واحد القلب طيب وواحد الإنسانية كبيرة. كنشكروا ديامو أوبتيك ممثلة في السيدة طارق ودغيري اللي كان حاضر معنا في الحملة الطبية. ما نساوش نشكروا السيد يوسف مراد اللي طوع معنا بحافلة من أجل نقل الفريق الطبي والتمريضي والمساعدين الاجتماعيين اللي تنقلوا من مدينة فاس، لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وكنشكروا جميع الناس وجميع المغاربة اللي ما استطاعوش أنهم يساعدوا بشي حاجة وأنهم ساعدوا حتى من ديورهم بالدعاء باش سيدي ربي يخفف عليهم هذا الألم. اليوم الإحساس ديالنا وحنا واخا كنحاولوا نقدموا قدر الإمكان يعني
اللي في جدنا كنحسوا براسنا على اننا هاد الناس ما استطعناش اننا نضمضوا الجراح ديالهم، ونتمناو اننا نزوروا هاد المنطقه في يوم من الايام ورجعوا نلقاوها على انها كتعيش واحد الازدهار، وان الله سبحانه وتعالى يرزقهم الصبر والسلوان بالنسبه للناس اللي فقدت الضحايا ديالها. وشكرا لكم الاعلام الوطني والمحلي، وما نساوش نشكروا لا اخ تي ام القناه الوطنيه اللي حتى هي كانت حاضره معنا في مراكش. شكرا جزيلا، كنتمناو لهاد الناس، كنتمناو دائما الشفاء للمصابين والمرضى والرحمه.